طبيعة العلاقات اللي موجودة والشراكات الموجودة بين الإتكية وبين مؤسسات اللي موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. عندنا عدة شراكات، من أوائل هاي الشراكات كان مع معرض ذهاد. معرض ذهاد للي ما بعرفه بقدر أحكي عنه، هو بوابة لعالم الإغاثة في العالم. يتشكل المعرض من منظومة من المنظمات الإغاثية والشركات اللوجستية ومنظمات الأمم المتحدة. قدرنا نبني شبكة شراكات ونطلع على تجارب العالم في موقع واحد اللي هو معرض ذهاد.